وبنتقابل بكل اصدقائي اللي انضموا لنا هلا بهال الفتره هيدي الفتره انا بقول الفتره المفيده واللي كتار منكم بنتروها من مره لمره لحتى نسمع من خبير العكارات وضاح الغصين. واليوم وضاح معنا بهالنهار الحلو الشمس عم بتشعشع علينا ووضاح هلا عم بشعشع علينا كمان عشان 97.9 يا ميت هلا فيك استاذ وضاح. اهلا وسهلا اهلا وسهلا جاري كيف حالك ان شاء الله بخير؟ انا كثير كثير منيح يعني رغم هالاشياء اللي عم نمر فيها صيفيه رائعه جدا وهذا الشيء كثير كثير منيح الحمد لله. لا البزنس بلشت تفتح والمطاعم بلشت تفتح يعني الامور بتصور يعني فيري بوزيتيف وعم تتحول للامور بشكل احسن شوي شوي وهذا الشيء بيشجع كتير الناس على الشراء اكيد وعلى العقارات. عم نحكي هذا الاسبوع صرنا كل الاسبوع نحن عم نحكي عن العوده الى المدارس فمعناتها الحياه الطبيعيه عم ترجع. خي وضاح ريت مقال باول امبارح بالجريده ويلي بيحكي عن الريل استيت اندستري والعقارات عندنا هون بالبلد قديش مرتفعه ومتحسنه بالنسبة للبيع وقديش في إقبال على هالمجال هذا. خبرني عن هالمقال إيريني وقديش فعلا نحن صرنا مرتفعين هون بالبلد. والله شوفي في 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 تغييرات رهيبة عم بتصير هلا حاليا ب ب بالأوتاوا ماركت يعني احنا في عم نشوف زيادة أسعار ومنشوف تحسن بالماركت بشكل ملحوظ. طبعا في كتير من الناس زي ما بنقول سبكتكل او دائما بقول انه لا والله حينزل الماركت وحيرجع يضرب. شوف احنا بالنهايه اللي انا بقوله للناس دائما ما عندنا احنا كريستال بول بس كل الانديكيتورز بتاكد انه الماركت باوتاوا محمي بطريقه او باخرى. الماركت باوتاوا قوي من ناحيه الامبلويمنت طبعا احنا في عندنا بيجست امبلويرز اللي هم الجوفرمنت سواء فيدرال او مونسيبال او بروفينشال في 3 ليفلز اوف جوفرمنت عندنا بأوتاوا. هذا غير طبعا السفارات اللي موجوده اللي طبعا بتدعم بشكل كبير الامبلويمنت سيكتور وعندنا طبعا ما ننسى الهاي تك سيكتور يعني عم في لاحظنا بالخلال السنوات الثلاثه الاخرانيه تحسن فظيع. هلا هذا كله بنعكس قاعد على العقار. هذا غير طبعا في ناس بتسالني بتقول لي طيب يا عمي من وين هالناس هذه كلها بتيجي بتشتري؟ هلا في عنا جالية كبيرة عم تيجي هلا حاليا من فانكوفر ومن تورونتو. اللي صاير في فانكوفر وتورونتو انه بعد ما حطوا الاكسترا تشارج او اللي هي عم تحكي عن الضرائب يعني. ايوه بالضبط اللي هي التاكس هذه ال 15% على تورونتو وكثير من الانفسترز اكيد تضرروا في تورونتو بالنسبه لهذا الموضوع فبطلوا يشتروا في تورونتو فتحولت انظارهم على مونتريال وعلى اوتاوا بشكل اكبر. طبعا اوتاوا لانه بحكم انه اللغه الانجليزيه فاسهل لهم ففي بنلاحظ في انفسترز كثير عم تجينا من 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 اسيا من شرق اسيا ومن شاينا ومن وخاصه كمان من الميدل ايست وطبعا للاسف الاوضاع عندنا في الميدل ايست شويه صعبه وخاصه الاحداث الاخيره كمان في لبنان فلاحظنا انه في اعداد جيده من الانفسترز عم تيجي على كندا وبيحاولوا يحولوا فلوسهم يحاولوا يشتروا عقارات هنا في كندا. اوتاوا يعني احنا المره الماضيه كل مره يعني بنتكلم عن الزياده الشهريه اللي صارت بشهر معين فالناس دائما بتقول لي اوكي انت وضح قلت انه مثلا برهيفن زادت يعني ما بعرف 10% بقول لهم يا عمي هذا مش 10% شرط انه برهيفن زادت 10% هذا من شهر لشهر يعني احنا بنقارن جولاي بجولاي السنه الماضيه فاحنا من جولاي السنه الماضيه لجولاي هذه نحسب انه فرق بشهرين حوالي 10% زياده هيك بنحسبها فعشان احنا نسهل على الناس ممكن نعطي الارقام من اول السنه لاخر جولاي من اول السنه لاخر جولاي الزياده للعقارات اللي هي الفري هولد او اللي ما فيها كاندو فيز او دفعات شهريه للكاندومينيوم زادت بحدود 15.2%
والزيادة اللي صارت للكوندومينيوم اللي ملاحظينه انه زادت 15.4%. طبعا الكوندومينيوم قعد فترة طويلة اللي هي 2013-2014-2015 كان متعثر وكان زي ما بنقول بيعاني، لانه كان في كتير سبلاي من البيلدرز لانه كانوا عم بيبنوا عمارات كتير، فكان كان بيعاني ثلاث سنين. لكن السنتين الماضيين لاحظنا الكوندومينيوم عم بيرجع بقوة وبرجع يعني بجدارة، حتى يعني الابارتمنتس عم بيزيدوا صاروا أسرع. طبعا مش كل المناطق عشان الناس ما تفهمني غلط، في مناطق معينة الابارتمنتس عم بيزيدوا أسرع من الفري هولد أو التاون هاوسز. هلا بس أكيد من نعمل فوكس على هذا الموضوع. أكيد خي وضاح بيرجع شوي صغير لورا، بس قلت أنت هودي الأرقام لحد 15% ببعض المناطق من بداية السنة لآخر تموز. هلا يعني معناتها عم تقلي يعني البيت اللي كان حقه 400,000 دولار لنقول فري هولد ببداية السنة ممكن يبيعوه لحد ال 460,000؟ ايوه بالضبط. واو. بالضبط يعني هذا ارتفاع رائع، زيادة ضخمة. وهذا تشوف هذا تخيل مع هذا مع الكوفيد 19 والكورونا ومع المشاكل اللي صارت عندنا بأوتاوا برضو هذه الزيادة موجودة. لو احنا ما كان عندنا اللي صار بمارش ومي لما سكرت البلد وكذا كان احتمال كبير توصل 25% الزيادة. طيب. هلا في ناس بتقول لي طب اوكي طب هذه الزيادة يعني غير مسبق فيها، يعني هذه ما صارت قبل هيك. لا احنا عندنا التواريخ وعندنا من سنة 1959 الزيادة من لأوتاوا من سنة 1959 زادت قبل هيك 25% وزادت قبل هيك أوتاوا 21% و19% و20%. يعني هذا مو حدث غير طبيعي بالنسبة لأوتاوا. فأنا حابب أنبه هذه النقطة للناس، لأنه في كتير ناس بتقول لي هذا عمره ما صار وكذا، فبحاول أنبه هذه النقطة للناس. هذا مو حدث غير طبيعي لأوتاوا. أوتاوا معروفة أنه كل فترة والتانية حوالي 10 سنين بزيد الزيادة هذه الكبيرة. تصديقا لكلامك، بس انت ذكرت سنة 59 ذكرتني بأسعار أسعار بيوت بسنة 59 يلي كانت عم تنباع ب 25,000 و22,000 دولار البيت، صار حقهم فوق ال 1.4 مليون دولار. هني زيتهم البيوت عم يحكي عن مناطق بويسبرو يلي فعلا كانوا بالعشرين ألف البيت، صار هلا فوق المليون وأربعة المليون وثلاثة، ويعني بس عاملين شوية تجديدات للبيوت بس لا أكثر ولا أقل. صحيح. شوفوا اللي عم نلاحظه كمان، الشغلة اللي حابب أنبه عليها، اللي عم نلاحظه إنه من أول السنة للسنة بحكم الكوفيد 19 وبحكم الكورونا العدد البيوت المعروضة لفري هولد اللي من غير كوندومينيوم اللي من غير دفعات شهرية، عدد البيوت المعروضة من أول السنة لآخر جولاي نزلت 16%، وعدد الأبارتمنتس المعروضة أو الكوندومينيوم من أول سنة لآخر جولاي نزلت 51%. هذا معناته انه في عجز بالسبلاي او بالعرض. فطبعا هذا طبيعي بحكم انه الكوفيد 19 في ناس كتير خايفة تبيع، وفي بحكم انه المورجج رولز فصارت في كتير ناس مش قادرة تعمل ابجريد لبيوتها، فصار في نقص بالسبلاي للماركت. وبرضو البيلدر صار عندهم نقص بالسبلاي للبيلدينج، لأنه وقفوا حوالي شهر شهرين بالبناء بحكم الكوفيد 19، فصار في شوية شح بالماركت بعدد البيوت. اللي منلاحظه أنه بجولاي بالذات عدد البيوت اللي انعرضت بجولاي زادت بحدود ال 19% عدد البيوت العرض يعني، والكوندومينيوم زادت بحدود 18%. فهذا بيبين لنا انه الامور عم ترجع شوي شوي للافرج اللي كان موجود بالسنوات السابقه،
وهذا معناته ممكن بعد شهرين ثلاثة يخفف شوية الضغط على السوق، مش معناته انه حينزل الماركت، لكن بخفف شوية الضغط واللي صاير بالمالتيبل اوفرز اللي بنشوفه هلا بالسوق. طيب الشيء هلا انت عم تحكي، قلت كلمة مورجج، رح اسألك عن المورجج بس مش هلا، لانه بدي يضلني على نفس الموضوع هلا بالنسبة للليستنجز وغير. في كلمة عم نسمعها، انا كنت معتقد بس بنسمعها بالهاي سكولز بين التلاميذ والطلاب، بولينج. كلمة عم تستعملوها انتوا عم بتصير هون بعالم العقارات وغير، بولي اوفرز. بولي اوفر، معقول في كلمة ما نعرف تساوي للبولي اوفر؟ شو هي فسرنا اياها، شو بتعني بولي اوفر؟ بولي اوفر صح، هذا كلمة احنا متعارف عليها عندنا بين الريلتورز وبنتعامل فيها دائما. هذه شوف، اذا في بتعرف انت احيانا في نعرض بيوت، بنقول عشان نفتح المجال لكل الناس تشوف البيت، بنقول انه اوكي والله بنحفظ الحق انه ما نقبل ولا اوفر الا بتاريخ معين وبتوقيت معين. يعني no offers to be presented الا بتاريخ معين، بعد اسبوع، بعد 10 ايام اللي هو. فاللي بصير احيانا احنا بكون احيانا عندنا زباين مشره بدهم يشتريوا، فبنيجي اول مره بتاريخ البرزنتيشن بنحط اوفر، بنحط اعلى من الاسكينج، بيجي اعلى منه فبنخسر الاوفر. نيجي لزبون تاني بنحط له اوفر برضه بنخسره، فلانه في مالتيبل اوفرز عم بيصير بيوم العرض. فالطريقه اللي صرنا نتبعها احنا كفيرتكس تيم، وفي طبعا ايجنتس تانيين اكيد بيستعملوا هذه الطريقه للمشترين اللي عندنا، صرنا نعمل شيء بنسميه بولي اوفر. يعني بنحط اوفر نوش من غير اي شرط، يعني من غير فاينانس كونديشن. هذا طبعا لازم نكون متاكدين انه صاحب الاوفر الماديات تبعته قويه وما عنده مشاكل مع البنوك، وبتكون متاكدين انه البيت جيد ومو مضطرين نعمل له انسبكشن، يكون مثلا مش قديم كتير، او بنكون احنا جايبين انسبكتر فحصنا البيت من قبل، اوكي، فبنكون عارفين تاريخ البيت منيح. فبنعمل اوفر بنسميه بولي اوفر، بكون اكتر من السعر المعروض، وبكون قبل يوم عرض الاوفرز. فزي ما تقول احنا عم نعمل بولينج للليستنج ايجنت وللسيلر، بنقول له ليك انت طالب 500,000 مثلا، خذ هاي 550 من غير اي شرط او قيد، بتوقعوا هلا بينتهي الموضوع. فزي ما تقول بنغري الليستنج ايجنت والسيلر انهم يقبلوا بالاوفر تبعنا، وعده مرات بتزبط معنا وبقبل الاوفر تبعنا. فهيك منطلع المزبون تبعنا او المشتري من عركه انه يعمل كومبيتينج مع 20 اوفر. واو. وهذا طبعا، في الليستنج ايجنت عنده عليه مسؤوليه قانونيه كبيره جدا انه يتعامل مع بولي اوفر، لانه اذا هو عم بقول لكل الماركت او الببليك انه والله احنا ما رح نقبل اوفرز غير بتاريخ معين، وقبل البولي اوفر قبل هذا التاريخ، بكون عليه مسؤولية قانونية طبعا. فهو لازم يتعامل بالبولي اوفر بالذكاء، ويقدر يعمل اعلان بالليستنج نفسها انه غيرنا القانون وحنقبل الاوفرز الليلة مثلا، ويعلم كل الناس سواء ببليك او الايجنس اللي اتصلوا فيه واللي حكوا معه واللي حجزوا مواعيد انه ليكو يا عمي احنا اجانا بولي اوفر وبدنا نتعامل معه خلال الساعتين اللي جايين، ولازم تخبرونا على السريع اذا حدا منكم بده يقدم اوفر ويدخل بالعركة هذه. فأكيد الليستنج ايجنت عنده عليه مسؤولية قانونية كبيرة جدا، ولازم يتعامل بذكاء، ولازم يعمل announcement للموضوع هذا قبل ما يقبل البولي اوفر. واو، قلت لك انا راح اسالك عن المورجز، في عندي سؤال كتير كتير مهم لك، بس هلا راح ناخذ فاصل ونرجع نتابع مع وضح الغصين من رولا بيج ريالتي ذا فيرتكس تيم، ونرجع بعد هالفاصل. ورجعنا لنتابع برنامجنا معكم على تشين 97.9، ونحن مع خبير العقارات وضح الغصين من رولا بيج ريالتي
ده فيرتكس تيم. استاذ وضاح قبل الفاصل كنت عامل لك، بس نرجع رح اسالك سؤال عن المورجز. في عصفوره بتقول لي، ما رح اقول لك مين هي العصفوره، انه شركه ذا فيرتكس تيم بيرولا بيج تيم ريالتي عملوا اتفاقيه جديده بالنسبه للمورجز. وهون شو رح تطيرك كتار يا جيري انت؟ نعم؟ عطفيرك كتار. طيب شو بدي اعمل لك كتار. يا خي نحن بالاعلام، وبالاعلام بيجينا معلومات، فخبرنا خبرنا عن هال اول شيء تحت الهواء. لازم اسالك مين هي العصفوره هذه، بس المهم طيب اوكي. هلا شوف، احنا عملنا صحيح خلال الاسبوع الماضي توصلنا لاتفاقيه جديده، اتفاقيه زي ما تقول شراكة أو اتفاقية إن نكون إحنا الإكسكلوسيف تيم لهذه الشركة. هذه الشركة زيرو مورجيجز اسمها. هذه الشركة ممكن نعلن عنها لأنه قلنا الحقية وقلنا الإكسكلوسيفيتي لها. هذه الشركة بتعطي مورجيجز من غير انترست، اللي هو إحنا بنسميه بالدين الإسلامي حلال مورجيج. أوكي. هذا الحلال مورجج بيسكلي ما فيه ربا بالعربي. في اتفاقية بتصير بين الشركة هذه وبين المشتري على العقار نفسه، بتكون اتفاقية شراكة بين الطرفين. طبعا المشتري بيدفع اللي بنسميه بالمورجيجز بنسميه داون بيمنت، اللي هو جزء من قيمة البيت، مثلا 5% 10%، يعني ممكن ينزلوا لغاية 5%. فممكن تتحط 5% 10% 20% ل 25% حسب الكواليفيكيشن تبع المشتري، والباقي بيكون الشركة هذه هي اللي بتوفر الفاندز لتكملة سعر البيت. هلا في ناس ممكن تسالني تقول لي اوكي طيب كيف هذه، يعني كيف تسجل كذا. هلا احنا من الشركه هاي بتسجل البيت باسم المشتري بشراكه مع الشركه الفاينانشال هذه بقيمه اسهم. هذا له مثلا 5% من قيمه البيت، والثاني له 95%. هلا في ناس برضو بتسألني بتقول لي طيب اوكي يعني شو يعني 5%؟ يعني اذا انا مثلا اشتريت بيت ب 400 ألف، وبعد 5 سنين قررت ابيع البيت وكان سعر الماركت ب 800 ألف مثلا، او بلاش نكبرها كتير خلينا نقول 500 ألف، من 400 ل 500. اوكي ماشي. ففي مربح 100 ألف، هل معناته انه هذه الشركة بدها تاخد 95% من المربح كمان غير أصل الدين؟ لا، هذا المختلف بين هذه الشركة وبين الشركات الثانية من غير ذكر أسامي، بين الشركات الثانية اللي بتعمل Islamic Financials. هذه الشركة بتتفق معك على دفعات شهرية معينة، بيحسبوا هم مبلغ من المرابحة اللي بحطوه بأصل الدفعة، ومن الدفعة بروح من قيمة أصل الدين. فأنت بكون الدين تبعك من 400 مثلا 350، فكل شهر بنزل شوي شوي، وطول ما هو بنزل الدين تبعك، طول ما النسبة تبعت الشركة هذه أو حصة الشركة هذه بتنزل من أصل حصة البيت. واو، لكن هيدي شيء جديد بالنسبة للأصدقاء هون بأرو المستمعين تبعنا للشركة من هالنوع. صحيح صحيح، بس يعني بتصور وصلت الفكرة. إذا في عندك أي استفسار أو أي هذا أنت ممكن تفكر فيه، يعني برضو ممكن أحاول أجاوب عليه. يعني إذا في، لأنه هو شوية الموضوع شوية يمكن ممكن المستمعين يعني يتلبكوا فيه. هلا انا بس تجي لهالموضوع هذا واستجي للدقائق بالمورجز وغير، دائما منصح احلى شيء انه القعده مع الخبير ويقعد يحكي بالموضوع واحد على واحد،
وان اون وان لحد تاني، لانه كل موضوع بيختلف وكل وضع كل واحد بيختلف، فكتير كتير مهم. وحتى حتى اللغه لغويا كل واحد بتختلف معه الطريقه اللي بده يتفهم فيها وكل. فانا بنصح انه تتصلوا ب وضاح لحد تاني تحكوا بالموضوع هذا. بس انا حبيت اللي ضاوا عليا انه صار شيء موجود عندكم يلي ما كان موجود بالقبل. صحيح 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 مضبوط. يعني شوف، هي في شوف هي في شركات، عشان بس نوضح بس الكلام اللي عم نقوله، في شركات طبعا موجوده بتورونتو اللي بتعمل اسلاميك فاندنج، اوكي، بس هاي الشركات بتدفع فيز، بتدفع اكسترا تشارجز، اوكي. والطريقه اللي هم بيتعاملوا فيها بالنسبه للشراء ومين بكون له البيت مسجل باسم مين، وبالنهاية لما ينباع البيت مين بياخد حصة أكبر، هذه الشركات الثانية بتختلف طبعا عن هذه الشركة اللي احنا تعاملنا تعاقد معها. نتمنى انه تكون هذه الشركة تخدم الجالية الإسلامية أو غير الإسلامية. يعني في ناس كتير ممكن تجرب تتعامل مع بنوك، والبنوك ممكن مثلا لأسباب المورجج أو مثلا الديون اللي عندها ما تقبلها هاي البنوك، فممكن يكون برضو هذا خيار جيد. فواحد من الأسئلة اللي كانت تجيني برضو إنه طب أوكي هذه الشركة، طيب نسبة المرابحة اللي هم بيسموها نسبة المرابحة قديش بتكون النسبة؟ يعني هل النسبة عالية؟ طبعا شركات تانية ممكن تكون توصل ل 7% و 8% و 10%. هذه نسبة المرابحة على أصل المبلغ اللي هم حاطينه على البيت، يعني بتنافس كتير الأسعار اللي موجودة هلأ حاليا. يعني عملوا لواحد لسه مبارح ريت 1.99، يعني حتى ممكن يكون أقل من الانترست اللي موجود من اللي معروض من البنوك الموجودة. فهذا شيء جيد وشيء بيطمن، وبتصور هذا ممكن يخدم الجالية الإسلامية. وهذه طبعا الشركة مفتي فيها من كذا إمام وشيخ، ف يعني وعلى ذمتهم اكيد. احنا بالاخر احنا يعني لا احنا شيوخ ولا احنا يعني بنقدر نبتدي بهذا الموضوع، بس ان شاء الله يكون هذا الموضوع بخدم الجاليه اللي موجوده عندنا. اكيد. وطبعا مثل ما قلت انت، هو اجمالا عم بيبدا ب 0% انترست لهالشيء هذا. بالضبط. اوكي خي وضاح، تقريبا رح نوصل لنهايه الفتره، فهون بهالوقت هذا بنحب نعرف شو في جديد بالسوق بالنسبه للفيرتكس تيم ورويال بيج تيم ريلتي. اوكي، شو في جديد عندنا؟ في كذا شغله عرضناها جديد عندنا على الماركت. في عندنا تاون هاوس عرضناه بالريفر سايد ساوث اكسكلوسيف، مش موجود على الام ال اس او الريلتور دوت سي اي. تاون هاوس حلو اند يونت مبني من واحد من الفيري ريبيتبل او البيلدرز المهمين بالبلد، موجود بالريفر سايد ساوث، وعارضينه ب 539,900، يعني 540 خلينا نقول. البيت حلو وعمره بس حوالي سنتين، والرينوفيشن تبع مش الرينوفيشن عفوا الابجريد موجوده تبعته كتير حلوه. هلا في عندنا كمان ليستنج جديده موجوده على النورث ريفر. هذا الليستنج بيت معمول له فور رينوفيشن على الطرف الثاني من الجسر من الريدو، بطل على النهر. هذا البيت معمول له فور رينوفيشن، مأجر حاليا، بيعمل انكم. البيت هذا الارض تبعته 100 فيت، في 125 فيت. فالارض تبعته بالنسبه لارض يعني موجوده بالداون تاون وعلى قريب على الريدو وجنب الريفر وبطول على الريفر مش بس جنب الريفر، يعني هذا الشيء بتصور جيد جدا ومغري جدا. هذه الارض احنا تواصلنا مع انجينيرنج كومباني وبلغونا انه هاي الارض ممكن تتقسم لثلاث قطع، ففي مستقبل كتير حلو لهذه الارض خاصة انها بتطل على المية.
فإذا هذه الأرض تقسمت 3 قطع ونبنى فيها 3 بيوت هيك من المودرن الحلوين الجداد، هذا يعني تعرف انت البيوت اللي على المية يعني انت عارف قديش بتسوى يعني. مزبوط. يعني هذا غير انه كمان بالداون تاون يعني، فإلها مستقبل كتير حلو وسعرها كتير جيد بالنسبة للبوتنشال تبعها. فاللي بحب يسأل عن اي عن اي عن هذا الموضوع يسألنا. اخر شغلة بحب اذكرها اذا في عنا وقت اكيد. اوكي، اخر شغلة في عنا ترايبلكس ممكن يصير فورپلكس موجود على دونالد، بيت في منتهى الخيال كتير حلو. كل يونت فيه او كل شقة فيه بحدود 2500 سكوير فيت، غير يعني عندك 2500 سكوير فيت 3 مرات 3 شقق، مبني من 2016 وغير البيسمنت almost done يعني معمول له الفريمينج موجود والهاردود موجود والدرايوول عفوا موجود والبلامينج والالكتريكال كله جاهز، بس بدك تلبس وبصير يونت رابعة. وهذا المبنى قريب كتير على التنس كلب، تنس ريدو كلب. لكاني فعلا لكاني هو بيكون بشرق الفاني باركوي. بالضبط بالضبط. وين بس وين بيعملوا الفاستيفال قريب للحردين سنتر وكنيسة مارشار بلونيكي والمسجد. ايوه بالضبط بالضبط هناك. فمنطقة حلوة، في كتير ناس عم تشتري هلأ بيوت قديمة هناك وعم تقلبها بيوت كليتها بالاثنين مليون وثلاثة مليون. فهذا البيت ترايبلكس مع فورث يونت بصير فورپلكس وليجل ومبني جديد والرينوفيشن اللي فيه مو طبيعية جاري، كتير كتير حلو. فاللي بحب أي استفسار عن هذا الترابلكس اللي موجود يتصل فينا ويتواصل معنا. اكسلنت. خي وضاح حسين من رويال بيج تيم ريلتي، نحن نشكرك كتير على المعلومات الحلوة اليوم ورائعة فعلا، اشتقنا لمعلومات هيك. فاليوم عال استفدنا منيح بالنسبة للمورجيجز للماركت قديش مهمة، وايضا النيو ليستنجز اللي عندكم يلي رائعين جدا جدا، وهيدي فرصة كتير منيحة للاشخاص اللي عم تطلع لانفستمنتس. فريز بيوتيفول. شكرا لك اي وضح الغصين، وبس عطينا رقم تليفونك ليقدروا يتصلوا فيك المستمعين ديركت. ماشي ولا يهم، انا ولد خلص زمطت اليوم من غير رقمك. لا مش زمطك انت، دائما بدك تعطينا رقمك الخاص. حبيبي طيب ماشي، تليفوني 613-878-3041 ممكن نعيده. 613-678-3041 وممكن طبعا يتواصلوا معنا على السوشيال ميديا، يعملوا سيرش على وضاح الغوسن او يعملوا سيرش على The Vertex Team او thevertexteam.com او .ca. اكسلنت. شكرا لك خي وضاح. اهلا وسهلا. شكرا جيري. شكرا. شكرا للمستمعين.